السلام عليكم، معكم شكر لكم مقطع جديد. وبهالمقطع بحاول نأشتري سيارة الموستنج الجديدة وأبغى أجربها. خلونا نروح نشوف البندل اللي هي الناسكار 2021، وهذه هي خلونا ندخلها. أوكي، في ثلاث سيارات عندنا. الأولى اللي هي التويوتا الكامري، هلا بي الكامري. أوكي، هل هي نفس اللي كانت في الفيديو حقهم اللي سووا الاستعراض؟ وعندنا الثانية اللي هي الناسكار شيفورليت كامارو، اسمها كامارو كذا، يب اسمها كامارو. وهذه هي نظرة كذا على السريع. أنا صراحة ماني مهتم لا للكامري ولا للكامارو، اللي مرة مهتم له هو سيارة الموستنج. هذه هي سيارة الفورد الموستنج، مع انها كلها نفس الشيء، كلها نفس الهيت بوكس، نفس كل شيء، لكن الموستنج بزمان ابغاها. وهذا هو عندنا الكفر، وهذه هي الديكل. اوكي، هذا الديكل الاسود كذا دايركت. اوكي، بيستفيدون منه مرة حقين السوني، لان اللون الاسود الكامل ما نقدر نجيبه من الباك سمود، فالسوني ما عندهم باك سمود، فراح يستفيدون من هذا الديكل. وعندنا هذا هو رقم 6، وعندنا رقم 10. اوكي، وطلع عندنا برضو اشياء كثير وديكلز مرة كثير. اوكي، وبنرات بعد، في بنرات، مع الاغلبية ما راح يستعملونها، ولكن ما نقول لا يعني. اوكي، يعني بنرات جديده في اللعبه لا باس. فخلونا نشتري البندل، لكن قبل لا نشتريها لازم نتاكد من كود الايتم شوب FF7Y. فاذا حاب تشتري السياره الجديده او تشتري اي حاجه من الايتم شوب، لا تنسى كود الايتم FF7Y اذا حاب تدعمني. فخلونا نضغط اوكي ونروح نضغط بيرتشيس بندل. يس، وهلا والله بالاغراض، والله الاغراض مره كثير، مع ان في النهايه ما بنستعمل الموستنج، ولكن نقول اوكي شكرا على الاغراض. فخلونا نحط السياره الجديده، وهذه هي التويوتا الكامري، وهذه الفورد الموستنج اللي احنا نبغاها. وعندنا برضو الشيفورليت الكامارو، لكن انا شخصيا راح استعمل الفورد الموستنج. خلينا نشوف الديكل اللي نحط عليها. في الديكل ذا الاسود، وعندنا الديكل هذا الثاني والثالث، برضو الرابع. صراحه ما عجبني اللون الاسود، فنختار اللون الاسود اكيد. وللاسف ما بدينا نغير لون الديكل، ما مدينا نحط الا كفر واحد. اوكي، اما البوست طبعا راح نحط البوست الستاندر، وما مدينا نحط لا توبر ولا انتينا. اوكي، خلينا نسمع صوت السياره. والله صوت السيارة فخم صراحة. اوكي، خلونا ندخل كذا كم جيم، وبحاول اجيب لكم كذا كم لقطة. اوكي، مبدئيا السيارة يجي منها، انا ما بحكم على طول، لكني بحاول العب فيها كذا كم جيم واجرب السيارة، بعدين عاد بعطيكم رايي وانطباعي عنها. الحين بخش كذا كم جيم وبحاول اجيب لكم لقطات، اذا كان في لقطات حلوة اصلا. فيلا خليكم مع اللقطات. صراحة والله الفليب ريست فيها يا اخي تحسه بيرفكت، تحسه كذا هادي مرة، ما تحس انك لازم كذا تعقد نفسك عشان تسوي فيها الفليب ريست. الا البنش، لا لا البنشات، البنشات في السيارة يجي منها والله. بس صراحة افضل بنشات شفتها البنشات حقت سيارة اللامبورغيني. يحسب اني بفلك ولا بسوي شو اسمه مصتي. شوتة ستا كذا بقوة. والله يا مسكين. اوه شت يا الصدة. ايه، وتكملها جول بعد. حلو حلو. اوكي اوكي راح يبش علي. يب، ايش وضع ذا؟ ايش وضعي انا؟ طبعا جربت الموستنج، جبت فيها كم لقطه، الحين بروح اجرب التويوتا الكامري. فبلعب كذا كم جيم بالكامري وبحط لكم افضل جيم يعني قابلني. فخلونا نبدا نخش جيم الحين. طيب بسم الله، باذن الله يكون هذا الجيم فوز، لان الجيم اللي قبله كله كنت بس قاعد احاول اجيب لقطات، فتقريبا ما فزت ولا جيم. اوكي، ما اظن انه فوز. اوكي خوي روح الكوره، خلينا ناخذ البوس. ما بخش على الكوره، بماطل. تراجع المرمى، اعطاهم باس. يمكن حاولت اني اسبق، لكن الحمد لله انه هطف وضيع. اعطينا باس يا خوي. لا شت، هاي تكسر الظهر والله. بخش على الكوره، بس لا لا بيبوش. اظن هذا جول، اذا ما صدق. لا والله صدق. اوكي خوي اخذها، بس يلا عادي. بفيك، خذ الكره على اليسار، بوش عليه. حاول نشوت باور. لا والله صدق. عندك اخوي، انط ولا ما انط؟ اكلوني، نطيت. اوكي اخوي كفو كفو كفو. اوكي اوكي تجيبنا تعادل. والله السيارة احسها طويلة بزيادة، ليش كيف من ورا؟ كأنها مربع، احس ما فيها كذا تفاصيل كثيرة، احسها كذا مربعات. وقالوا يلا خذ امسك سيارة جديدة. كفو يا اخوي، والله اسطورة. اوكي بحاول اسوي فاست، خلينا نشوف الفاست اظبط فيها، مع الفاست من اليسار ما اعرف كيف اظبط دايم، بس اوكي لا والله ما ظبطته.
في عندك قهوه اسطوره ناول مسوي بري اوكي كذا بفيك نركز على اليسار عندك قهوه ما بخش عليها الزاويه مره صعبه يمكن معك قهوه على اليمين كذا كان يبغى يفجر خلينا ناخذ الكره على اليسار خذ البوست اوكي طيران مره غبي تعال اخوي خذها بنش بنش يا اخوي تعال بطيء غلطي والله انا ما كنت موضح لي 100% انه بنش كان المفروض نطير في الساعه على المرمى لكن كان زاويتي صعبه راح يا اخوي اوكي بشوتها باور باخذها خش تخريب عندك اخوي حلوه اوكي لا طيراني مره غلط نشوتها باور اوكي ما وزنتها زين اح والله كادت اوكي عندك اخوي صعبه ما بخش بنتظره اسطوره لا والله انها غلطتي قسم بالله اوكي عندي شوتها كذا باور اخذ البوس على اليسار بحاول اخذ البوس الثاني اسحب الكوره عندك اخوي اخ انصدمت الحمد لله سويت F-. لا ايش قاعد اسوي انا يا اخي كنت ما ادري ايش كنت ابغى اسوي كان معك اخوي اوكي ايش قاعد يصير والله اخوي اذا انه مكريني يا شيخ اشكرك والله اشكرك اوكي الحين بحاول اسوي بري اللي هو عفوا فاست لا اخ والله حتى هو سوى فاست شكرا والله على الصدمه والله شكرا على الصدمه أنا بحاول إني أنقز عندك أخوي أسطورة هذا الجيم لنا هذا الجيم لنا فوز 4-2 باقي 30 ثانية ما أظن بيجيبونها أخذ البوست إيش بيسوي ترفع أوكي أخذت عنك أوكي جي الآن بعطيكم رأي عن السيارة أنا اشتريت السيارة في الأساس عشان الجي تي آر للي ما يعرف الجي تي آر راح تطلع لكم صورة الآن في الشاشة فكلام الناس قالوا أن السيارة راح تكون تشبه الجي تي آر في التحكم وفي الشكل برضه ولكن من وجهة نظري ومن تجربتي للسيارات ليوم واحد شفت أنها بعيدة جدا عن الجي تي آر لأني أنا مدمن جدا الجي تي آر صحيح أنه ما هي بحسابي هذا الجي تي آر لكنه بحساب خويي فأنا باثر خويي كل شوية داخل حسابه وقاعد ألعب بالسيارة فللأسف سيارات الناس كار ما كانت زي ما أنا متوقع فأنا توقعت أني إذا اشتريتها راح أستغني عن سيارة الجي تي ار صحيح ان كل الهيت بوكس حقها هيت بوكس دومينوز ولكني للاسف ما حسيت بطعم الجي تي ار وانا العب فيها فمن الاخير هل السيارات هذه تستحق الشراء ولا لا من وجهه نظري اذا انت ما قد لعبت بالجي تي ار ابدا ولا قد جربت السياره فاذا اشتريت هذه الحزمه ما راح تحس بالفارق الكبير لانها اصلا مره تقرب للجي تي ار ولكن كذا شعوريا حسيت انها ثقيله وما هي خفيفه زي الجي تي ار برضو عندكم حزمه اللامبورغيني اللي نزلت قبل كانت نفس السيارات هذه اللي هي الهيت بوكس حقها هيت بوكس دومينوز ولكنها كانت خفيفه جدا وكانت فيها البنشات مرة حلوة ولكن هذه السيارة جربت فيها البنشات صح ان يمديك تسوي فيها بنش ولكنها مو بدقة ووزنية اللامبورغيني فمن الاخير هل السيارات هذه تستحق الشراء ولا لا زي ما قلت لكم قبل الشغلة تعتمد لان اصلا ب 2000 كريدت يعطونك 3 سيارات صح انها تشبه بعض ولكنها تعتبر 3 سيارات مختلفة من ضمنها برضو التويوتا الكامل يعني اول مرة اشوف سيارة تويوتا موجودة في اللعبة ما ادري اذا في سيارة من قبل ولا لا ولكن عن نفسي اول مرة اشوف سيارة تويوتا برضو عندك الموستنج وعندك الكامارو فمن الاخير اقيم السيارات 7/10 صح اني ما اختبرتها مرة ولكن هذا تقييمي الخاص ممكن انت تشوف ان السيارات مرة حلوة ممكن تشوف ان السيارات مرة خايسة ما دام التقييم فوق 5 فنقول ايوه الحزمة تستحق الشراء لانه مو بس 3 سيارات برضو راح يعطونك ديكلز ومن افضل الديكلز الموجوده هو هذا الديكل لانه راح يخلي السياره لونها اسود فحقين السوني ما عندهم باك سمود فما بدهم يصبغون السياره اسود فاظن هذا الديكل جدا بيعجبهم وبس هنا وصلنا لنهايه الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك فعل زر التنبيهات عشان ما يفوتك اي فيديو جديد واذا حاب تشتري السياره لا تنسى كود الايتم شوب FF7Y وهذا هو انستغرامي تحت اذا حاب تضيفني وتكلمني هناك ودائما وابدا بالختام صلوا على النبي.